ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هتكلم على برج الجدي ونصايح مهمه كتير تخص النص التاني، وكمان نصايح يا ريت ان احنا نكمل بيها لانها مهمه كتير واضافه لينا ايجابيه. برج الجدي، من اول النصايح اللي عايزه اتكلم عليها وهي العند. لازم نبطل عند، لازم نكون يعني اللي هو مش اي حاجة نعند عليها، مش عند مع الشريك، مش عند مع الاهل، مش عند في امور حياتنا. طب خلاص انا عامل كده، طب مش انت عايز كده، لا انا عايزة كذا. فكرة العند، حتى كمان هنلاقي ان الاطفال من برج الجدي اللي هو واخوه مثلا ماسكين الريموت عايز القناة دي، لا طب انا عايز القناة دي، حتى في عند هنلاقيه كده. فلازم نخلي بالنا كتير جدا جدا من موضوع العند، لان الفترة اللي جاية هيأثر علينا بطريقة عنيفة مع الآخرين. خلي بالنا كتير جدا جدا من الموضوع ده، خاصة مع الأهل والشريك. عامة كمان العند في أمور التجارة، يعني لو انت في شغال في حاجه ليها علاقه بالتجاره والتعامل بيع شراء، ده لازم نكون حذرين جدا في المواقف اللي زي دي. برج الجدي كمان من الحاجات المهمه جدا اللي عايزه ان انا اقولها الطرف الثالث. برج الجدي، انت عندك شخص انت متعلق بيه، ممكن تكون مرتبط بحد بس انت متعلق بحد من الماضي، او يجي شخصية واحدة عايزة اللي هو تغريك شوية. فبالتالي لازم نخلي بالنا جدا جدا من موضوع ان احنا يكون يشغلنا حد، واحدة حلوة كده نخشى، لا كل ده خلي بالك كتير، لانه هيوقعك في مشاكل انت مش هتخلص منها. لازم اخلي بالي جدا جدا من التعامل بتاعي مع الشخص ده، ان انا ازود تعليقه بيا ولا لا، او ان انا يكون هو قادر ان يعلقني انا بيه ولا لا. ففكرة الطرف الثالث هتكون مرفوضة جدا جدا، خلي بالك، لان انت يا اما عندك طرف ثالث، يا حد بيجرك ان انت او ان هو يكون طرف ثالث ليك، خلي بالك قوي. برج كمان الجدي من الحاجات المهمة ان لازم ننسى اللي فات من تعب وألم وكل بقى المشاكل اللي مرينا بيها، ولا ده انا كنت تعبان نفسيا وانا مريت مش عارف بايه، وفكرة اللوم والعتاب مع الاخرين لازم كل ده ننساه او نبعد عنه، لان ده هيخلي الموضوع ان يزيد اسوأ او يزيد مشاكل معانا. يعني نخلي بالنا كتير جدا جدا فكرة اللوم او العتاب، او ان احنا نكون بنتناقش بشكل قاسي مع حد، او ان احنا زعلانين ان احنا زعلنا مع حد او حد، كل الليلات الحاجات دي لازم نخلي بالنا كتير جدا جدا. نبدا صفحه جديده، انسى كل الكلام ده وابدا صفحه جديده. انت محتاج تبني صفحه جديده في حياتك، انت تبني صفحه جديده في شغل جديد، تبني صفحه جديده في انك تغير المكان بتاعك، تغير الكارير اساسا بتاعك. فخلي بالك جدا جدا انت محتاج صفحه جديده. برج الجدي، لو انت عندك في بدايه، عايز تعمل مشروع، عايز تعمل حاجه، هيكون وقت مناسب للفتره اللي جايه، واحدد لكم كمان الوقت في التوقعات الاسبوعيه. فلازم كمان نركز في التوقعات الاسبوعيه. عامه الحاجه المهمه برضو اللي انا عايزه اتكلم عليها، ان احنا لازم نبتعد عن الحيره. عندك حيره من بكره، حيره طب انا عايز كذا، طب ليه ما يحصلش كذا، او حيره ما بين شخص وشخص، او الماضي والحاضر، او الطرف الثالث والشخص اللي معاك، او الكارير ده والكارير ده، الشغل ده والشغل ده، سافر والبلد دي ولا البلد. فكره الحيره كتير، عندنا حيره من حته ان احنا نكمل دراسات ولا لا. على فكره برج الجدي عندك حيره من الموضوع ده، عندك حيره طب ابدا المشروع ده ولا لا، طب ابدا اللي يكلفني تكلفه كبيره ومكسبه كبير، ولا ابدا اللي تكلفته قليله. عندك حيرة من قصة كبيرة، لازم ان انا ابتعد عن الحيرة واخلي بالي جدا جدا، او ان انا استشير حد، لو حد يكون عنده خبرة بالمجال ده، عنده قدرة مش عارفة انه يديني معلومة، استشير حد يعرفني هل ده صح، هل ده غلط، هل ده يفيدني، ده مش هيفيدني. ده مهم كتير جدا جدا. ولكن لو استمرينا في الحيرة هنتعب قوي، هن هن ه ه يعني من الاخر كده هنزعل على نفسنا، لانك هتضيع من عليك فرص. فخلي بالك كتير. برج الجدي كمان من الحاجات المهمة كتير اللي انا عايزة اتكلم عليها، وهي لو انت مش عندك رضا كامل بموضوع معين، ركزوا معايا، لو مش عندك رضا كامل بموضوع معين اخلع، ابعد. مش عندك رضا بالشخصية اللي معاك، وحاسس ان انت هتبص لطرف تالت وهتدي فرصة للطرف التالت انه يدخل، ابعد اساسا عن الشخص ده. ليه؟ لان انت مش عندك رضا النهاردة قدرت انك تبعد عن طرف تالت، بعد كده مش هتعرف تبعد. خلي بالكم كتير قوي من النقطة دي، لازم تكون عندك فكرة الرضا الكامل بالشخص ده، لازم اكون مقتنع ان انا مع الشخصية دي، يا اما انا ازود اقتناعي بيه. فلازم نخلي بالنا قوي من النقطة دي، لأن النقطة دي فيها مشاكل ممكن تحصل فيما بعد.
طيب برج الجدي كمان من الحاجات المهمة اللي انا عايزة اركز عليها جدا، ان احنا لازم نكون عندنا تواصل بالاخرين، تواصل باصدقائنا. طب ما نعملش قطيعة. ليه بقول ده؟ لان تواصل مع اصدقائك ممكن يكون عندك مصلحة مع الاصدقاء، مصلحة مش كل الاصدقاء. انا مش هكون متواصل يعني انا فاتحها على البحري واخباري عند كل حد ووقت ضايع، لا، ان انا اكون متواصل يعني ما اقطعش، يعني اكون برمي سلام هنا، برمي كلمة هنا، اللي هو في خيط لازم يكون موجود، مش بقطع الخيوط، ومش اللي هو عند طرف واحد اخلي كل الخيوط عنده بقى باسرار بالدنيا، لا ده برضو مش حلوة. لازم ان انا اكون مش قافل سكتي عشان المصالح تكون مفتوحة قدامي. ممكن يكون عنده حد عنده مصلحة لشغل ليك، يكون وضع حلو جدا، فهوبا جت معاك حلوة، فلازم اخلي بالي جدا من ده. الحاجة اللي انا برضو عايزة اتكلم عليها، واعذروني الموضوع شوية عمالة كلام كتير، بس هي نصايح حاجات هتفيدنا. النقطة اللي عايزة اتكلم عليها، وهي حتة ان احنا لازم نكون واخدين بالنا ان احنا نفسيتنا عليها حق، يعني او علينا حق، ان احنا نغير جو، نحسن المزاج، ان احنا نعمل اشياء جديدة، نبتكر حاجة، نخرج نتفسح، نقابل اصدقائنا، نعمل شيء مش عارفة ايه، نعمل حاجة فيها هايبرة، نخرج من النظام الروتيني. برج الجدي احنا قلنا قبل كده ان احنا منقسمين لاتنين، جزء روتيني جدا وجزء اللي هو من المرح، ما يعني فظيع. مش برج الجدي بينقسم لاتنين، لا، ده احنا كشخصية مثلا الجدي الشخص الواحد في ده وده، ان هو شخص روتيني وكمان شخص مهايبر. بس امتى وفين وازاي؟ دي حاجة بقى بتيجي كده بتاعت ربنا، احنا هنخش في تسهيل ربنا. فعامة احنا بقى الوقت ده محتاجين ان احنا نغير جو، نتفسح، نخرج من الواقع، ندلع النفسية، محتاجين ده جدا جدا. ليه؟ لان انت عندك مشاغل كتير، عندك فترة جاية تقيلة، مش فترة سهلة. لازم كده ناخد لنا يوم كده نطلع بيهم الساحل، نطلع شرم، نطلع، وخدوني معاكم، يعني يا ريت تاخدوني معاكم عامة. في من ده يعني لازم نخرج من الحالة دي كتير. طب الشيء بقى اللي انا عايزة اتكلم عليه برضو وبجد جدا، ان احنا محتاجين قوي ان احنا نفكر قبل اي قرار، نفكر قبل اي موضوع. عندك موضوع وندي فرصة لنفسنا، احنا محتاجين ندي فرصة لنفسنا. عندك حب جديد على فكرة، عندك حب الماضي عايز يرجع، عندك حب، بس انت مش مدي فرصة. انت يمكن قافل الباب على نفسك، يمكن موضوع عجزك شوية او تعبك مخليك ان انت قافل عليك البيبان، مش راضي تدي فرصة، مع ان الفرصة دي ممكن يكون فيها خير كتير جدا انت ما تعرفهوش. حاول تدي فرصة، حاول تسمع الرأي، حاول تشارك، حاول تفتح جزء من الباب، توارب الباب عشان نشوف الدنيا ماشية ازاي. ده مهم جدا. وفكر برضو قبل اي قرار وقبل اي قبل اي اختيار، ما تديش قرارات نهائيه او اختيارات نهائيه. وكمان شيء تاني، خلينا نهتم بالمظهر. احنا عندنا فعلا اهتمام بالمظهر، ولكن احنا محتاجين نهتم اكتر بشكلنا واللياقه والمظهر بشكل عام، لان ده بيضيف كمان للنفسيه الايجابيه اللي احنا محتاجينها كتير الفتره اللي جايه. اعذروني انا طولت عليكم جدا جدا، بس صدقوني ان انا عايزه اقول اكبر كم من الحاجات اللي فعلا تفيدنا خلال الفترة اللي جاية. بشكركم كتير، ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس. سلام.